بحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والأستاذة منى بن حدة السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي. نظمت المؤسسة فعالية بمناسبة يوم الأم بالتعاون مع شركة أرادة العقارية في منطقة الجادة. دموع اختلطت بمشاعر الفرح والفخر بالأمهات ودورهن في تنشئة الأبناء، هكذا عبر منتسب مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي عن حبهم وامتنانهم لأحن البشر الأمهات اللواتي يحتفي بهن المجتمع تقديرا لعطائهن. كل الشكر والتقدير لسعادة الشيخة جميلة القاسمي لمشاركتها لنا هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وهما يعكس دعم القيادة ومتابعتهم الحثيثة للأيتام وحرصهم على التواجد في الفعاليات بشكل دعم لأهداف ورؤى المؤسسة لتمكين أسر الأيتام. من جانبهن عبرت الأمهات في هذا الحفل عن تقديرهن لهذه المفاجأة التي ملأت قلوبهن بالفرح والبهجة، فيما أكدن أن تربية الأبناء لا سيما الأيتام منهم تجمع بين المسؤولية والفضل الكبير. بهالمناسبة العظيمة بحب أقدم معايدة لكل أمهات العالم وبالأخص لمؤسسة التمكين الاجتماعي اللي خلتنا نعيش هيك لحظة كتير كانت حلوة. شكر كتير كبير للشيخة جميلة القاسمي على هذا التكريم اللي كتير فرحتنا فيه. شكرا كثير لكم التمكين الاجتماعي لكل اخواتنا الموجودات هناك. اولا من دواعي سروري ان اشارك في هذا الحفل التي نظمته مؤسسه التمكين الاجتماعي جزاها الله خيرا، واهن جميع امهات العالم بهذا اليوم. وفي نهايه الحفل كرمت مؤسسه الشارقه للتمكين الاجتماعي مجموعه من الامهات تقديرا للدور الذي يبذلنه في رعايه ابنائهن، تأكيداً على أهمية دور الأم ومكانتها في المجتمع.